اخواتاتي، مرحبا بكم معايا. اليوم غنوجد كيكه. بسم الله نبداو بالمقادير. عندنا 4 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال دانون نكهه البنان، كاس ديال السنيده، فانيا، 3 الخميرات والدقيق. غنديروا على حساب القياس ديالنا، كيجيو 3 الكيسان ديال العنبه. نبداو بسم الله على بركه الله. ديروا البيض، سمحوا لي ما تنبغيش نهضر بزاف. كاس السنيده، قرصه ديال الملح، بسم الله نبداو. خلطوا مزيان البيض والسنيده حتى تذوب السنيده. نزيدوا فانيا، نزيدو الزيت، كتجيني هشيشة الكيكة ديالي كنزيد واحد المعلقة ديال الخل. كتحيد الزفورة ديال البيض ما كتبقاش، وكتجيب الكيكة هشيشة. نزيدو دانون، كنديرو خميرات 3 معاهم شوية دقيق باش ما يتكوروش لينا، كنحاولو نغربلوهم. كنكونو شعلنا الفران من قبل كيسخن.
كنحاول ندير شويه من العجين. كيبقى باش نزوقوا بيه. دابا غنضيفوا الدقيق شويه بشويه. هانتوما البنات كتشوفوا القوام ديالو، كتجي خفيفة وزوينة. دابا غنجيبو المول نفرغو فيه العجين ديالنا، ندخلو الفران نزيدو عليه أنا المول ديالي دهنتو قبل بالزبدة. نزيدو عليه الكاكاو، حتى هو كيعطي واحد البنة.
no. وهي دابا واجدة باش ندخلوها الفرن ان شاء الله. حنا دخلنا الفران، نخليوها نسدو عليها وما نحلوش باش ما تنزلش لينا. البنات رجعنا لكم من بعد ما طابت الكيكة، كتجي تبارك الله زوينة وخفيفة، غتعجبكم ان شاء الله. قطعوها ولك يقطع على حساب القياس اللي بغا. هانتوما البنات ليكم كيفاش جات من الداخل، هانتوما كتجي خفيفة وزوينة، تبنياتي كتعجبهم. نتمنى الى عجباتكم الكيكة، ما تنساوش ديروا جيم سبسكرايب، تابوناو عندنا ان شاء الله. اللي ما عجبتوش شي حاجه قولها لينا في كومونتير، مرحبا بكم.